قوة إقليمية صاعدة. بأن المملكة المغربية قد انخرطت وبكل قناعة ومسؤولية في مسار تجويد وتأهيل نموذجها الديمقراطي. عانوا اللي مصبح علمين وتفيدية والله ريحوا الدري. الله ينصر سيدنا ولا يخلينا نسيت. على دولة. You are crazy. زودياك الحراقة، هاد زودياك اللي تيقولوا أن مشات فيها 46 ديال الحراقة، نجا منهم 5. باي لاباس عليه وخلص عليه وقراف الخير. الخنز تيجي بلو تحملها وجنبها. الخنز الخنز كثير. وقت اللي كنقلب على الباب ديال المرحلة كنلقى غير الخنز. نقلب على شي حاجة ميتة ما بان لي الخنز تاع بنادم في الأرض. بس كامل كنقدر. على دولة. جات شي سيده قالت لها ودي غادي ندخلها فاش داتها قالت لي ما تقوليش بنتي اختها. دابا المواطن باش يدخل الطبيب خصو اللي توصلو. باش دخل اللهم يستر مزيان هادشي. من منطقه سيدي عثمان شارع النيل العثور هو اكتشاف من ضربة المواطنين اكتشفوا في واحد الحاويه ديال النفايات عظام وجمجمه ديال حمار. فان المملكه المغربيه واجهت كل ذلك بإقدام وشجاعة. باش الله أعلم شفية بالإنجليزية لأنه إنجليزي كده. إنهم لم يستصيغوا الإشعاع الدولي الهام لدى كل الشعوب نتيجة ما حققناه في مباريات كأس العالم. ما في القناة الألمانية شنو قالوا؟ قالوا الآن كان ينزل بجوجل على قصر كبير، كيقلبوا على قصر كبير. إلا كانوا الصحافة كيتلاعبوا بالكلمات وكيتلاعبوا. قوة إقليمية صاعدة. بأن المملكة المغربية قد انخرطت وبكل قناعة ومسؤولية. في اللي بان لي خشوة فيه. على دولة. زاغريس كواس ليا. إيكا تينو كازيرين قيف الزيت كيس طواليطات كيس كلشي. أما غير هاد القوت نتو الزوز. قن طواليطات قن كلو غاز فلس كلو الزيت. بوينو. سمعت انا سمعت كعب غتقول السيد وما عنده ما يقول. هل انت احمق؟ سمعت كعب غتقول السيد وما عنده ما يقول. هل انت احمق؟ اذا طلعوا الطوبيس وقالوا حنا تزيرنا بغينا نديروا الماء كتبنا الميرحاد هنا درنا بالميرحاد كنلقاو الناس زابله تحت من الميرحاد. يا لبلاب خويا السلام عليكم. هادشي اللي وقع خويا راه تيخلع، راه هادشي كله هاد الانفجار وهادشي اللي وقع في الدار البيضاء راه ما عمرو كان كاع سيرتو في الدار البيضاء. راه هادشي يا صاحبي راه بزاف والله الا حشومه كاع. كاين هاد الزعامه اللي فيه السيب على دولة. انه بالنسبه لنا هذا تدخل سافر في سياده المملكه المغربيه. شحال من مره قلت لك ما تدوش من هنا؟ جوج أربعة انت كلك عنص وكنت مهاجر في الديار الإيطالية ودابا جيت أنا استقرت في المغرب أنا كنعيش واحد الرعب. الأوروبيين لا يريدون أن تكون هناك قوة إقليمية صاعدة. يا كسي العليم أمر عباد الله كان خرج منو سمعنا بحلكم على دولة. وداك بقى حيت ما نمسح فيه ما عرفتوش عليكم. وعاش الملك والله ينصر سيدنا. ما حققناه في مباريات كأس العالم. ما في القناة الألمانية شنو قالوا؟ قالوا الآن كان ينزل بجوجل على قصر كبير، كيقلبوا على قصر كبير. إلا كانوا الصحافة كيتلاعبوا بالكلمات وكيتلاعبوا بالإخراج ديال المناقشات خص الناس الاخرين اللي كيسمعوهم يكونوا عقلاء. الا هاد النظام ما عرفتوش كيخدام لهاد الحد الان ما عرفتش مازال النظام كيخدام. انا مغلوبه.
تخيل اقسم بالله تيضربوا في البادز تيبغوا يضربوا شي واحد ما غاش يعطيهم الماء صحه. كون انا كان عندي العقل وكان عندي تفكير في حياه والدي كون هاجرت. تحول الى فرص كل التحديات وتجعل الانسان دائما في صلب الاهتمامات. واش تكون الاولاد واش تقري واش غادي دير؟ غادي دير 36 ولا 30000 ريال؟ اش غادي دير؟ انتوما ساكنين غير في هذا البيت هذا اللي غنصوروا لقطات صافي. هذا هو اللي كتكريو كارينو هذا البيت هذا ساكنين هنا في 2023 مازال الناس عايشين في هذه الحاله. حنا عايشين في هذه الدار هذه وهذا راه متغير السقوط وحنا كاع هذاك الشيء اللي بان لي راه اين السقوط هذا كتجيو هنايا حاقدين علينا على اساس حنا اللي خرجناكم. لا تجبدوا صاحبي شي كراتشين كنتو تيرو فيه. قولوا لي شحال من ملف كاين في المجلس الاعلى للحسابات؟ حتى وليت كنتسائل لا كيصلح هذا المجلس الاعلى للحسابات. اولا جميل السادس مصنديرة وتا صاحب الخدمة غادي تكريساو مع الساد الصباح. يعني واحد الحالة المسكين صافي ما بقاش ياكل الخضرة، مستحيل غتبقى ياكل الخضرة. طولوا بالالافات لا هبطوا لهاد الشانطة اللي كيتبنى فيه الترام، غادي تشوفوا ان العدد ديالهم راه فايت فايتنا حنايا كساكينة يعني اللي أنت أحمق. You are crazy.